يذكر بعض الناس أمورا أو يتناشد أشعارا أو يتناقل أشياء لا يكاد يوجد لها سند تخالف ما أمر الله به من أخذ الحذر. فعلى سبيل المثال يذكرون في شأن عمر المقولة المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، إلى غير ذلك. وهذا لا يصح له سند، وامتثال أمر الله أولى. ثم إن عمر كان يتخذ حراسا، عمر كان يتخذ حراسا، أراد أبو موسى أن يدخل على عمر، استأذن للدخول. من؟ أبو موسى، لم يؤذن. من؟ عبد الله بن قيس، لم يؤذن. من؟ الأشعري، لم يؤذن. فانصرف، انصرف أبو موسى الأشعري، فأرسل إليه عمر: ما منعك أن تثبت؟ لماذا انصرفت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال: لا تأتيني على هذا ببينة أو لا أوجعتك ضربا. فذهب مذعورا إلى الأنصار، قال: من يشهد لي أن النبي قال ذلك؟ فقال أبي: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد الخدري. فقام أبو سعيد وشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فشهدي أن عمر كانت له حراسة، وأيضا كان لعمر غلام يقال له يرفع، فجاء غلامه وقال: هل لك في علي والعباس يستأذنان؟ فأذن لهما، ورسول الله كان له من يحرسه. قال عمر لرباح: استأذن لي على رسول الله. فذهب واستأذن فلم يؤذن له. قال: استأذن لي على رسول الله مرة ثانية. فذهب ولم يؤذن له. في الثالثة أذن له الرسول، فكان للرسول من يحرسه. وفي بدايات البعثة، قال بدايات الهجرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فسمع جلبان السلاح، فإذا بسعد بن أبي وقاص قد أتى وعليه سلاحه. قال: ما جاء بك يا سعد؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. وهذا في الصحيح. فاتخاذ الحراس لا ينافي التوكل على الله أبدا، بل هو امتثال لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وأنبياء الله من قبل كانوا كذلك. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ فهكذا اتخاذ الحرس لا ينافي أبدا التوكل على الله سبحانه وتعالى، إلا أن الرسول خفف شيئا ما من هذه الحراسة على ما ذكره بعض العلماء لما نزل فيه بخصوصه: والله يعصمك من الناس، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام.